هو واحد من أهم إن لم يكن أهم صناع النجوم في مصر في السنوات الأخيرة. لا ينكر أحد من تلامذته الذي يحب أن يسميهم أولاده فضله في النجاح والتألق وتسليط الأضواء عليهم بشكل كبير. ولد خالد جلال في 3 نوفمبر وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح بكلية التجارة جامعة القاهرة. أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء مسرحية، وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه. حصل خالد على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر صقل الهواية بالدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي، وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب. وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرار الوزير الفنان فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغيير الأوضاع بالمسرح، وكان عمره وقتها 28 سنة، واعتبر أصغر مدير فرقة في ذلك الوقت، ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام 2002، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف على مركز الإبداع والذي قدم من خلاله مسرحية الحدث، قهوة سادة وغيرها من العروض، ومؤخرا بعد الليل، كما كتب سيناريو حوار العديد من الأعمال السينمائية، وقام بإخراج العديد من الأوبريتات الاستعراضية مثل أوبريت أم الدنيا، حيث كون ثنائيا ناجحا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث كتب لها أكثر من عمل مثل تم دستة أشرار والأنسة مامي، وأخيرا جواز ميري. معنا ومعكم في ضيافة عسل أبيض المخرج والسيناريست صانع النجوم الدكتور خالد جلال.